ولاد بيتحدوا كل بقى ظروف، يعني هنقول ثالثه اعدادي وسته ابتدائي في طنطا وبيوصلوا اللي احنا بنشوفه ده، ده موضوع محتاج وقفه ومحتاج نفهم ايه هو الموضوع وايه هو الاختراع وعملوه ازاي. خلونا بقى نفهم من يوسف احمد عبد الوهاب الطالب في سنه ثالثه اعدادي معانا على التليفون. يوسف مساء الخير حبيبي والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عامل ايه يا جو؟ الحمد لله. انت اسمك على اسمي، بس انا فخور جدا بيك يا يوسف على اللي انا قريته وسمعته وعايز اسمع منك بقى الكتير. قول لي يا يوسف الاول، انت في مدرسه ايه وفي سنه كام والدنيا في التعليم، يعني جت القصه منين انت عبد الرحمن اخوك في البدايه بس؟ وحضرتك المدرسه الاول هو مدرسه الشهيد مصطفى علي محمد عبد الرحمن، التعليم الاساسي اداره غرب طنطا التعليميه، مدرسه التربيه التعليميه محافظه الغربيه. جميل. المدرسه دي مدرسه حكومه عربي. حكومه عربي يعني عام مش لغات ولا خاصه ولا حاجه؟ لا عام عادي، مدرسه حكومه عادي. حلو. وانا استخدم هنا في مدرسه حكومه. حبيبي برافو عليك. فكره المشروع بقى، فكره المشروع على تصميم الرادار للتعرف على الهويه استخدام ترددات الراديو اللي هو RFID. واحده واحده عليا بقى كده يا يوسف عشان انا عايز افهم الموضوع بالتفصيل منك والساده المشاهدين يفهموا يعني ايه برنامج لتتبع والمركبات والتحكم فيها عن بعد من خلال ترددات الراديو. هو المشروع اسمه نظام RFID صح؟ هو راديو فريكوينس ايدنتيفيكيشن. جميل. ايه بقى المشروع؟ فكره المشروع بقى حضرتك على تصميم الرادار للتعرف على الهويه، بيتعرف على الهويه استخدام ترددات الراديو دي RFID البطاقات بدون شريحه الكترونيه. كويس. تمام؟ تمام. كما يقوم الرادار بالتحكم في ايقاف وتشغيل السيارات اللاسلكيه. يعني ده هيتابع العربيات؟ تمام كمل. بيقوم الرادار بالتحكم في العربيه ان هو يرسل كود، يعني الكود ده يخليه يقف يا اما يشتغل. العربيه دي مثلا ماشيه بسرعه عاليه. احنا خلاها يا اما تشتغل العربيه دي توقف لو هي ماشيه بسرعه عاليه، وتشتغل عادي خالص. أيوه. لو هي ماشيه بالسرعه القانونيه. حلو. يعني ده جهاز او مشروع او خاص بالرادارات يعني تقصد يوسف؟ تدخل في الرادارات. تمام. حضرتك المشكله ان دلوقتي الرادارات الموجوده حاليا تقصد المخالف فقط بس. مظبوط. تمام. بدل ما تخليها تقصد المخالف فقط، احنا نوقف العربيه اللي ماشيه بسرعه عاليه دي. يعني مثلا عربيه من على بعد كيلو ماشيه بسرعه عاليه، مثلا العربيه دي فيها ارهابيين عايزين يضربوا الكمين ده. نعمل ايه؟ العربيه وهي ماشيه بسرعه عاليه هيكون فيها جهاز، الجهاز ده هيكون مأمن جدا ان هو ما يقدرش يخترقها. تمام؟ تمام. هيكون في جهاز ارسال، جهاز الارسال ده مع الامن. تمام؟ تمام. هيوصل الكود ده هيتبعت للجهاز اللي محطوط في العربيه ان هو يفصل الكهرباء عن العربيه. تمام. طيب عشان برضو نبسط المعلومة أكتر، هو الجهاز ده هيتعرف على العربية من خلال إيه؟ الراديو بس؟ وحضرتك هيكون في جهاز إرسال مع الأمن، في جهاز استقبال في العربية. تمام. موجود أوريدي في العربية. تمام. طيب دايما يا يوسف في الحاجات اللي زي دي بنسأل على أول حاجة الفكرة جات لك منين؟ يعني أنت طالب في ثالثة إعدادي وموضوع تتبع المركبات والسيطرة عليها والتحكم فيها عن بعد لدواعي أمنية وكده، جات لك الفكرة منين؟ وحضرتك أنا شغال الحاجات ديت بقالي 6 سنين. 6 سنين. تمام؟ 6 سنين. 6 سنين دي كان من 2018. ما شاء الله. كان بيحصل عملية إرهابية ساعتها. سين. كان في كمائن بتتضرب بالنار بسبب إن في عملية إرهابية بتحصل. مظبوط. طيب أنت بقى لما شفت ده قلت أحاول أشوف حاجة تساعد. ده عايز حضرتك اشوف المشكله وعايز احلها ازاي. من تمام. حضرتك ده المشروع ده قبل العمليه، في كمان مشروع بعد العمليه. ايه بقى؟ اسمه الرصاصه الذكيه، وده مشروع عبد الرحمن. ايوه ما انا كنت لسه هسالك على عبد الرحمن، يعني انت بدات على المشروع بتاعك ده بتقول من وانت في ابتدائي. وعبد الرحمن دلوقتي في ابتدائي برضه. ما شاء الله. طيب عبد الرحمن ساعدك في مشروعك الاول قبل ما اكلم عبد الرحمن لو موجود جنبك.
ايوه سعد محمود. عبد الرحمن ساعدك، وبابا بقى ايه ظروف الموضوع؟ سعد ساعدني يعني انا قبل العمليه، لو انا عمليتي فشلت هو اللي يبدا بعديه. تمام. طيب عبد الرحمن جنبك يا جو؟ اه طب جنب. ممكن اكلمه؟ مش اتفضل يا عم. ازي حضرتك؟ ازيك يا عبد الرحمن يا حبيبي؟ انا في سته ابتدائي. الف في سته ابتدائي. سته ابتدائي. الله اكبر ما شاء الله، الف الف مبروك يا عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى عشان نلم الموضوع ونفهم منك بطبيعه الاختراع بتاعك واللي انتوا خدتوا عليه المركز الثالث على مستوى العالم. مشروع الرصاصه الذكيه دوت بيقدر الرصاصه ديت بنحط جواها شريحه. بحيث ان الشريحه ديت عامله شبه جي بي اس، بس الجي بي اس لو حطيناه في الرصاصه هيسيب. لكن الشريحه اللي احنا عاملينها لو حطيناها في الرصاصه مش هتسيب. لانها مدهونه بصور عازل وثقمها 1.6. حلو. وبعدين حضرتك مثلا في كمين مصر ماشي، في عربيه ارهابيه جت ضربت نار ومشي، تحت هيكون في قناص على الكمين، كمين القناص دوت هيكون معاه رصاص، بحيث لما يضرب مثلا في ضرب العربيه لو راح في اي مكان يتم تصليحها عن طريق الذكاء الاصطناعي. تمام. يعني ده فيما بعد، يعني بعد مشروع يوسف بيخش موضوعك. طيب اخيرا وبسرعه يا عبد الرحمن، انت ويوسف واحنا فخورين جدا بيكم، وانتم مثل محترم لكل ابنائنا الطلبه اللي في اعدادي او في ثانوي او في جامعه. حضرتك من مشروع اسمه الميكروسكوب الذكي. الميكروسكوب الذكي قريت عنه برضو. جميل. بكره بقى انتوا ناويين على ايه بعد كده ان شاء الله؟ يعني لو انت تخصصه في ايه تاني بقى؟ حضرتك المستقبل بتاعنا ان احنا نمنع المخالفات دي اجباري. تمام. من خلال الذكاء الاصطناعي تقصد؟ من خلال انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن، وبشكر اخوك يوسف الكبير اللي في ثالثه اعدادي، وبشكر طبعا والدك ووالدتك واسرتك اللي يعني دعمتك وساعدتك لانك توصل وتاخده المركز الثالث على مستوى العالم في الابتكارات والاختراعات، وكمان يبقى عندكم براءه اختراع من هنا من وزاره البحث العلمي، اكاديميه البحث العلمي. شكرا جزيلا يوسف احمد عبد الوهاب واخوه عبد الرحمن، نماذج مشرفه من ولادنا، لكن الطلبه والولاد بيتطلعوا لبكره وبيشوفوا حاجات كبيره وبيبداوا من خلال امكانياتهم البسيطه والمتواضعه ان هم يعملوا حاجه ياخدوا عليها جوائز عالميه.